بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس الكارثة التي مبتها الفيضانات في باكستان بأنها لا يمكن تسورها، وقال إنها يدعين على المجتمع الدولي المضي قدما في التعاون في هذا الوقت الحسيب. حيث قام الأمين العام أنطونيو غوتريس مع رئيس الوزراء شهباز شريف بزيارة المناطق المتضررة، التقى ضحايا في أوسط محمد وتأكدوا من المشاكل. التقى رئيس الوزراء محمد شهباز شريف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس بمتضررين من الفيضانات خلال زيارتهم لأركانا. وبهذا المناسبة قال أنطونيو غوتريس إن اليدعين على الدولة التي أضربت بالبعيات تعويض الإضرار الذي لحقت بباكستان. وشكر رئيس مجلس الوزراء الأمين العام للأمم المتحدة على زيارته للمناطق المتضررة ودعم الضحايا في هذا الوقت العصيب. قال رئيس الدولة الدكتور عارف علوي أننا كما نتعهد مرة أخرى باتباع المبادئ الذهبية للوحدة والإيمان والانضباط وفقا لمراسم القائد ياز محمد علي جناح لجعل باكستان دولة رفاهية إسلامية مثالية، حيث توجد مبادئ إسلامية في المساواة والحريات من أجل إعلاء العدالة الديمقراطية. نقف اليوم متضامنين مع ضحايا الفيضانات الناجمات من الاحتساب الحراري في جميع أنحاء باكستان، ونحرص مواردنا وجهودنا لتحقيق تعافيهم الكامل. وقال في رسالته إنها نشد إشادة كبيرة بسوسة باكستان على رؤية وتسميمها الذين لا يتزعز وعمل الدعوة بقيادتها الكريزمية لتحقيق وطن منافس للمسلمين شبه القارة الهندية. تولى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا العظمى رسميا منصب الملك الجديد، وكان العاهل البريطاني الجديد رعايا لأكثر من 400 منظمة. واستخدم الملك تشارلز الثالث الراتب الذي حصل عليها عند انفصال عن النادبة البحرية الملكية في عام 1976 لتأسيس الأمراء الخيرة كما أقاموا أمانة. من وفاة الملكة إليزابيث الثانية ودع ملايين الأشخاص الزهور الخارج القصر إلى يعبر الناس أن مشاعرهم وحبهم للملكة بوداع الزهور وبطاقات خارج القصر الملكي. رسائل مرسلة قلب المكتوب على بطاقات مزينة بورود، ومن بين أشخاص من جميع الأعمار بمن فيها الأطفال والنساء من يعبرون على حبهم للملكة. ودان أحزاب الحرية الديمقراطية بشدة القتل المنهجة للشباب الكشميري الأبرياء لا يدهى الجنود الحنون لتحويل الأغلبيات المسلمة إلى أقلية في جموا وكشمير تحت الحكم غير الشرعي للحين. وفقا للخدمة كشمير العالمية في بيان صادر نسرين غر وصفت القتل الوحشي للكشميريين بأن جزاء من الخطة الشريرة الحكومة الهندية الفاشية لتغيير نسبة السكان في جموا وكشمير المحتلة، وقد أعتدت جنودها حريات القتل الكشميريون الأبرياء. ومن ناحية الأخرى هندوس الهنود يتمتعونهم بشكل دائم، وقال كثفت الهندية جهودها لتزاء القوة الأغلبية المسلمة من خلال منها حق التطوير للأعمال غير مواطنين وأفراد القوات الهندية. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.